أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم كتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين
صدق الله.